اختارت اللجان المختصة بذلك. السادة الأعضاء، بسم الله نبدأ، وفي عونه نأمل، ولرضاه نسعى، وبقدرته إن شاء سبحانه نصل. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، نلتقي اليوم على درب العمل حاملين على أكتافنا هموم الوطن، زادنا الطموح والأمل، وبقلوبنا إيمان بأن لا مستحيل مع الإخلاص في العمل. فمرحبا بكم جميعا في افتتاحية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلسنا الموقر، وأسأل الله أن يوفقنا في أداء مهامنا بكل كفاءة واقتدار، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأبي العظيم. نواب شعب مصر العظيم، في مستهل أعمال دور الانعقاد الجديد لمجلسنا الموقر، أتوجه إليكم جميعاً بخالص الشكر والعرفان على ما بذلتموه من جهد مخلص وعمل دؤوب على مدار أربعة أدوار انعقاد. كان عملكم وما زال محط تقدير وإشادة من الجميع، وهو ما يدعونا لبذل مزيد من الجهد، فلن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه من خلال صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلاً عن ممارستنا للدور الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعية تامة. وعليه سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية. الزميلات والزملاء الأعزاء، تشهد منطقتنا تحديات وأزمات تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. فبالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً، من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحات إقليمية أخرى. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما يشيد المجلس
بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية يشيد الموقف، يشيد المجلس بموقف فخامته المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار. ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق. نواب شعب مصر العظيم، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته ما زالت مصر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ليبية ليبية دون أي ضغوط أو تدخل خارجي. وفي الجنوب من مصر يواجه السودان تحدياً وجودياً غير مسبوق، حيث يشهد هذا البلد الشقيق والذي يحتل مكانة خاصة في وجدان المصريين نزاعاً داخلياً اتسع نطاقه بكل أسف. مما أسفر عن نزوح داخلي لملايين السودانيين وسعي مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هروباً من ويلات الحرب الدائرة. وقد سعت مصر طويلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل، وهو التزام الأخ تجاه أخيه، كما انخرطت مصر ولا تزال في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان ورفع المعاناة عن المدنيين، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان. كما نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفترات طويلة، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التي سعت إلى استغلال الوضع الداخلي الصومالي
للدفع بمصالح ذاتية غير مكترثة بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الأفريقية. الزميلات والزملاء، نواب شعب مصر، لقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت وما زالت كافة الجهود والمساعي التي بُذلت من أجل حل هذه الأزمة. وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الأثيوبي. وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تلزم أثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دولة المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري والذي يمثل ماء النيل، الذي يمثل نهر النيل وماء النيل شريان الحياة الأوحد له. نواب شعب مصر العظيم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والاحترام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل الشكر لفخامته الذي يقود مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة، واضعاً مصلحة الوطن والذودة عن أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، مستنداً إلى عقيدة راسخة تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه، ونعد فخامته من تحت قبة مجلس النواب بأننا سنظل على الدوام مؤازرين وداعمين لكم يا فخامة الرئيس بكل ما أوتينا من قوة في كل ما تبذلونه من جهود لخفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة. وفي الختام أقول للمواطن المصري، نحن هنا من أجلك ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا بكل إخلاص وتفان من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا، والله على ما نقول شهيد، إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الأول قبل البرقية. والآن ليتفضل سيادة مستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي
رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان، وأن أنقل لكم جميعاً تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر. إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق. معالي السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين، أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها، وأعلم متطلباتها وآليات العمل بها وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي الشريك الرئيس في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف الصلاحيات لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا بكثير من الفخر لمجلسكم الموقر أنه أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط، فلكم جميعاً كل الشكر والتقدير. وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا على حياة المواطن وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسؤوليتنا جميعاً. كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطاراً لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة هي وسيلة لا غنى عنها تمكن الحكومة قبل البرلمان من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر ودعم لحكومته التي تحظى بثقتكم. معالي المستشار الجليل رئيس المجلس، الأخوات والإخوة نواب الشعب المحترمين، لعلكم تتفقون معي أن أمام مجلسكم الموقر أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي. روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذاً لاستحقاقات دستورية ولتكليفات رئاسية، وتلك التي تشترك أكثر من وزارة أو جهة في أولويتها لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر. يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صانع نهضتها، الذي حرص دائماً على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار طالما وضعت على أجندته وتم التوافق عليها. إن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لإنجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم الموقر قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد، وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات كما أشار لها دولة الرئيس لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله، والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات كما وصفت غير مسبوقة. معالي رئيس المجلس الموقر، الإخوة والأخوات نواب الشعب المحترمين، إن بابي وأبواب زملائي من الوزراء سيكون مشرعاً لاستقبالكم دائماً، وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والإجابة، لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة، وسأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم بما يرفع عن كاهلهم أي عنة أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه. وفق الله مسيرتكم وبارك عملكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وصدق الله العظيم إذ قال فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسيادة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على كلمته المقدرة والتي تعبر بصدق عن العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومجلسكم الموقر في سبيل إعلاء مصلحة الوطن العليا، كل حسب دوره الدستوري. السادة الأعضاء، بمناسبة بدء دور الانعقاد السنوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، تقدم عدد كبير من السادة الأعضاء باقتراح بإرسال برقية إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعلنون فيها عزمهم على الاستمرار في إرساء البنية التشريعية اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، وذلك بفضل قيادة سيادته الواعية والحكيمة. والآن أتلو على حضراتكم مشروع البرقية. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب وهو يستهل دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن، ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية، مستهدفين بها
إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن، ويثمن المجلس جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة. كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، والتي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري. وختاماً، يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة. التي ستظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل توافقون حضراتكم على إرسال هذه البرقية؟ موافقة. شكراً. السادة الأعضاء، ورد لي طلب من سيادة المستشار النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن عضو من السادة النواب في غير دور انعقاد المجلس، فأحلته إلى مكتب المجلس لدراسته. وقد انتهى مكتب المجلس بحزبانه صاحب الاختصاص في البت في طلبات رفع الحصانة في غير دور انعقاد المجلس، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 356 من اللائحة الداخلية المجلس إلى عدم الموافقة على الطلب لوجود شبهة كيدية بشأن الاتهام المنسوب للسيد النائب، وإخطار المجلس بذلك عند أول انعقاد له. السادة الأعضاء، تقضي المادتان 39 و40 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة. وإعمالاً لمقتضى هاتين المادتين، أرجو ممن يرغب من السادة الأعضاء في تعديل عضويته من لجنة نوعية إلى أخرى التقدم بنفسه بطلب لمكتب سيادة المستشار الأمين العام، حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في هذا الشأن، وذلك في موعد غايته ساعة واحدة من وقت رفع الجلسة، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي سوف تجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها،
قبل عرضها على حضراتكم في الجلسة القادمة.